بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها الهجرة وعاشوراء دروس وعبر. الهجرة وعاشوراء دروس وعبر. هذه رسالة عاجلة نبعث بها إلى كل من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نبعث بها إلى كل من يرجو الفوز بالجنة والنجاة من النار، إلى كل شيخ، إلى كل شاب، إلى كل رجل، إلى كل امرأة. وكم وددنا أن لو وصلت هذه الرسالة كذلك حتى إلى الأطفال الصغار، ليتربوا على هذه المعاني العظيمة التي تربى عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وكذا تربى عليها أتباع الأنبياء والمرسلين في كل زمان وفي كل مكان. أيها المسلمون عباد الله، الهجرة وعاشوراء حدثان من الأحداث التي لهما مقاماً في دين الله تبارك وتعالى. هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ويوم عاشوراء اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة فارًا بدينه إلى الله جل وعلا، مؤتمرًا بأمر الله تبارك وتعالى، بعد أن كاد به المشركون وأرادوا قتله أو سجنه أو نفيه، فأخرجه الله تبارك وتعالى وأمره بالهجرة من مكة إلى المدينة. فلما كان هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الغار، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟
وفي خروج موسى عليه السلام بعد أن أتبعه فرعون وقومه، خرج موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وقد كانوا قلة قليلة. كان فرعون يقول عنهم: وإنهم لشرذمة قليلون. خرج موسى عليه السلام بهذا العدد القليل، وخرج وراءه فرعون بجيش عرمرم كبير. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إنا لهالكون لا محالة. فليس هناك تقارب وليس هناك أدنى مقارنة بين عدد من مع موسى وبين عدد وعتاد من مع فرعون. فقال موسى عليه السلام كلمة هي تحمل نفس المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فقال موسى عليه السلام لما قيل له كما قال الله عز وجل عن قوم موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. استحضار معية الله تبارك وتعالى، استحضار معية الله عز وجل وحفظه وتسديده لعبده الذي ينبغي أن يكون يقينا في القلوب لا يتزحزح. كان يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، في هذا الشهر الحرام الذي بدأت أيامه ولياليه وله مزية وفضيلة في دين الله تبارك وتعالى. وكذا مع بداية شهر الله المحرم يبدأ عام هجري جديد يمر على الناس في المشارق والمغارب، يذكر أمة الإسلام بحدث عظيم غير مجرى تاريخ البشرية جمعاء، ألا وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أردنا عباد الله من وراء هذه الكلمات أن نبين بعض الدروس والعبر المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع ربطها بيوم عاشوراء، كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. شهر الله المحرم، هكذا دعاه النبي أو سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر الله الذي تدعونه المحرم. كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر المحرم، سماه بشهر الله، وهذه الإضافة تدل على شرف هذا الشهر، فهو شهر من الأشهر الحرم التي عظمها ربنا تبارك وتعالى وعظم شأنها في كتابه الكريم. فقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منهن أربعة حرم. قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فمن هذه الأشهر الحرم شهر الله المحرم، والإضافة إلى الله تبارك وتعالى كما ذكرنا تدل على شرف هذا الشهر العظيم الذي ينبغي على العبد أن يكثر فيه من طاعة الله جل وعلا، وأن يتجنب الفواحش والمنكرات والمعاصي كما يتجنبها في غيره من الأيام والليالي. لكن المعصية في الشهر الحرام أعظم وزرا مما هي عليه في غيره، وكذلك الطاعة عباد الله أعظم أجرا إذا وقعت في هذا الشهر الحرام. والعبد المؤمن هو الذي ينتبه إلى شرف الزمان والمكان، فيقبل على طاعة الله جل وعلا أشد الإقبال، لا سيما في مثل هذه الأيام المباركات.
في شهر الله المحرم، والذي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جعل الصيام التطوع فيه أفضل من غيره من الأيام. تأمل، فنحن نبدأ هكذا: أفضل الصيام ما كان فرضا، ثم يليه بعد ذلك ما كان سنة مؤكدة كصيام الستة أيام من شوال، وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء، وصوم الاثنين والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر. فإذا أراد الإنسان وصوم وصيام شهر شعبان، فإذا أراد الإنسان أن يتطوع وأن يكثر من الصيام، فأفضل وقت يتطوع فيه بالصيام شهر الله المحرم. قال العلماء: لماذا كان شهر المحرم أفضل الأشهر أو أفضل زمان يكثر فيه الإنسان أو العبد من صيام التطوع؟ قالوا: لأن شهر المحرم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر الله، والصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي فيما يغني عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم إلا الصيام فإنه لي. فاختص الله عز وجل لنفسه الصوم من سائر العبادات، لأنه يكون بين العبد وبين ربه، دالاً على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. فالصيام كل العبادات لله، ولكن الله عز وجل خص منها الصوم، فقال: فإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والأشهر كلها لله، لكن شهر الله المحرم النبي صلى الله عليه وسلم سماه بشهر الله، فكانت أفضل العبادات أو كان الصيام خص لله عز وجل من سائر العبادات، وكذلك شهر الله المحرم خص من سائر الشهور بإضافته إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كان الإكثار من صوم التطوع في شهر الله المحرم أفضل من غيره من الأشهر. هذه كلمات يسيرة عن هذا الشهر الفضيل الكريم، يذكر شهر الله المحرم أو تبدأ به السنة الهجرية، والتي أرخ تاريخ المسلمين من بداية هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كل عام يبدأ العام بشهر الله المحرم. تأمل، والذي يذكر الناس بحادث الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهي رسالة عاجلة عباد الله. هذه الهجرة كانت حدثاً ضخماً غير مجرى التاريخ البشرية جمعاء. رأيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق يخرجان من مكة مطاردين فارين بدينهما إلى الله تبارك وتعالى. وتأمل كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، تمر عليه الأعوام وهو يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. آمن معه عدد قليل من أصحابه، آمن معه عدد قليل من أهل مكة، كانوا مستضعفون في مكة، الاضطهاد والتعذيب والتضييق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر محتسب، يعلم أصحابه الكرام العقيدة الصحيحة والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، ينشئ القلوب على القرب من علام الغيوب، يأخذ بقلوبهم إلى الله تبارك وتعالى. فكان الاهتمام بهجرة القلوب إلى الله، وهجرة القلوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الهجرة بالأبدان بعد أن حدثت الهجرة بالقلوب. تأمل، لما تربت القلوب على الميل إلى الله تبارك وتعالى ومحبة الله جل وعلا والخوف من الله جل وعلا والإخلاص إليه، عبادات قلبية عباد الله سيصلح بها القلب، يقترب من ربه تبارك وتعالى، يتصل اتصالا وثيقا، صلحت القلوب. بعدها جاء الأمر بهجرة الأبدان من مكة إلى المدينة. اجتمع مشركو
قريش تأمل ليتخلصوا من محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. حكى الله عز وجل عنهم في القرآن اجتماعهم في دار الندوة وتدبيرهم ومكرهم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا على قلب رجل واحد ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخلصوا منه. فكان الرأي في آخر الأمر إلى أن يجمعوا من كل قبيلة شابا قويا له سيف طرير ويجمعوا أنفسهم وأمرهم وضربتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفرق دمه بين القبائل فتعجز بنو هاشم عن قتالها كل هذه القبائل فيرضون بالدية. هو سرد مختصر لهذه الأحداث. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعد العدة مع علمه ويقينه أنه مؤيد ومنصور من قبل الله تبارك وتعالى، مع علمه ويقينه أنه مؤيد ومنصور من قبل الله جل وعلا، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من إعداد العدة والتخطيط الجيد السليم وأن يضع كل واحد في دور. فكانت الهجرة منظومة من العمل، منظومة من العمل المرتب المنظم الذي قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يؤسس لهذه الأسباب قاعدة عظيمة في القلوب أن الله عز وجل ناصر عبده ومؤيد جنده سبحانه تبارك وتعالى. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمور، يذهب إلى أبي بكر الصديق لما أتاه الأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة، يذهب إليه متخفيا متلثما صلوات الله وسلامه عليه آخذا بالأسباب. يأتي إلى أبي بكر الصديق في وقت لم يكن يأتيه فيه قبل ذلك. يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أبا بكر الصديق ومعه ابنتاه عائشة وأسماء، يريد أن يحدثه بحديث فيقول: أخرج من هنا. فيقول: يا رسول الله إنما هما ابنتاي. فيتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر أبا بكر أنه قد أذن له بالهجرة بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى ردة فعل أبي بكر الصديق، كاد أن يطير فرحا لما علم أنه الآن سوف يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبة ما أشرفها من صحبة وفي سفرة ما أبركها من سفرة، بالرغم أنه سوف يتعرض لخطر. هذه معركة حاسمة بين الحق والباطل. رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ينتقل من مكة إلى المدينة، ومعنى هذا الانتقال أنه سوف ينتقل لتأسيس دولة قوية تهدد أمن واستقرار المشركين في مكة، فهذه فرصتهم الأخيرة. لذلك سوف يحرصون حرصا شديدا على ألا تتم هذه الهجرة ولا هذه الخطوة. فأبو بكر الصديق يعلم أنه الآن سوف يدخل على خطر شديد يعرض حياته للخطر، لكن عند أبي بكر الصديق وعند صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتصر الدين وأن تعلو كلمة الله عز وجل، هذا هو الأهم، حتى ولو ضحى بنفسه وماله في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى ولو عرض نفسه للخطر. هذه القلوب التي تصلح فعلا إلى أن تتغير بها دنيا الناس وحياة الناس، هذه القلوب فعلا التي تستأهل أن تقود البشرية بدين الله تبارك وتعالى، هذه القلوب فعلا التي تستحق أن يمكن لها في أرض الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الصدق في السير إلى الله تبارك وتعالى، تأمل، الصدق في السير إلى الله جل وعلا. حدد أبو بكر الصديق هدفه في هذه الحياة، ما يريد في هذه الحياة إلا نصرة دين الله عز وجل. كانت فرحته التي فرحها يوم أن أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم هي دليل على هذا الأمر، وكانت قولته يوم أن امتنع قوم عن أداء الزكاة
دليل على هذا الأمر بقوله أينقص الدين وأنا حي، وكانت قولته كذلك وهو على فراش الموت لما استدعى عمر بن الخطاب فقال يا عمر اسمع ما أقول لك، إني لأرجو أن أموت في هذا اليوم، وكان ذلك اليوم هو يوم الاثنين، وتمنى أبو بكر الصديق أن يموت في هذا اليوم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يوم الاثنين، تمني للموت حتى في نفس الموت الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب فاض على القلوب، حب فاض على القلوب اختلط بالدم واللحم والعظم من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر اسمع ما أقول لك، فقال إني لأرجو أن أموت في هذا اليوم، فإن أنا مت فلا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر ربكم، عن أمر دينكم ووصية ربكم، وأوصاه بأن ينفذ بعث أوصاه بأن ينفذ بعث واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه إلى بلاد فارس. وهكذا عباد الله نقول قلوب كأمثال قلب أبي بكر الصديق هي التي تصلح أن تقود هذه الأمة، وتصلح لأن يمكن لها في أرض الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يفرح أبو بكر الصديق بهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في الساعة المحددة، يخرج الرسول من بين المشركين وهم حول داره وقد ترك علي بن أبي طالب في فراشه رضي الله عنه وأرضاه ليؤدي عنه الودائع التي كانت لأهل مكة عنده. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أعد الراحلتين اللذين أخذهما من أبي بكر الصديق، أعدهما أبو بكر الصديق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا إلى هذه الكلمات، لما طلب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يجهز الراحلتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالثمن، يعني أنا لا أخذهما منك إلا بالثمن. تأمل ليعلم الدعاة إلى الله جل وعلا وليعلم الناس جميعا، ليس فقط الدعاة إلى الله جل وعلا، أنك إذا أردت أن يحبك الناس فلتزهد فيما في أيدي الناس. تأمل، رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الراحلتين إلا بالثمن لأنه يرجو الأجر من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما أن نتحرك نحن في هذه الحياة نطمع فيما في أيدي الناس أو نتاجر بديننا من أجل أن نحصل على حفنة من الأموال أو الجاه أو المنصب، فهذه ليست طريقة الأنبياء والمرسلين، وهذه ليست طريقة المخلصين في التعامل مع الناس. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع قاعدة تربوية عالية يا ليتنا نتربى عليها في هذه الأيام، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة وبدأ بنفسه في وقت هو سوف يهاجر ومحتاج فيه إلى المال، وهو يطلب الراحلتين من من؟ من أحب الناس إليه، من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه قال له بالثمن وأبى أن يأخذهما إلا بالثمن صلوات الله وسلامه عليه. عد الراحلتين وجهز هاديا خريتا من بني الديل، رجل هو عبد الله بن أريقط من المشركين، لكنه كان مأمونا ليدل النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر على الطريق. ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذا بالأسباب يدخل في غار ثور، يمكث في الغار ثلاثة أيام بلياليهن. تأمل، يأتي المشركون، خرج المشركون، فوجئ المشركون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بينهم، إلى أين ذهب؟ خرجوا وراءه، الفرصة الأخيرة أمام هذا الباطل ليتخلص من الحق، خرجوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى غار ثور حتى وقفوا فوق باب الغار،
كانت هذه النقطة كما يقول بعض المربين الأفاضل وأهل السير هي أقرب نقطة للباطل ليتخلص فيها من الحق. لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لوجد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، وقفوا، ولكن كما قال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله تبارك وتعالى، وهذه رسالة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المدينة، تأمل، ورسالة كذلك إلى كل مسلم يتخلى عن نصرة دين الله تبارك وتعالى، إلى كل مسلم ينشغل بالحياة وملذاتها وشهواتها، ويصبح أمر الدين بالنسبة له أمرا هامشيا ليس له قيمة. من ينصر دين الله عز وجل؟ نحن عندنا يقين تماما أن الأرض إذا تخلت عن نصرة الدين فإن الله جل وعلا ناصر دينه ومعز أولياءه، كما قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. جاءت هذه الآيات درس لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي درس لنا. قال الله عز وجل في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه، أي تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم. الكلام للصحابة وهو كذلك لنا ولمن بعدنا. إلا تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا كان بينكم وتنصروا دينه، وإلا تنصروا دين الله عز وجل حتى بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لما قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ قال لصاحبه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. اسمع إلى اليقين ماذا يترتب عليه من الخير ومن الثمرات. حسن الظن بالله جل وعلا وقوة اليقين بأن الله عز وجل لا يضيع أولياءه. ولو كنت في أشد اللحظات وأحلك الظروف والأوقات العصيبات وكنت أنت على صلة وثيقة بالله جل وعلا، فاعلم أن الله تبارك وتعالى لن يخذلك أبدا. احفظ الله يحفظك. والله لو اجتمعت عليك الدنيا ومن بأقطارها على أن يؤذوك ولو بذرة من الضرر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلا بأمر الله جل وعلا. فليكن عندنا اليقين، عندنا اليقين في الله تبارك وتعالى وبنصر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يبقى درس عباد الله لنا نتعلم منه، كيف أن القرب من الله جل وعلا يترتب عليه النجاة من الكروبات والشدائد والأمور العصيبات، كما نجى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في أشد اللحظات التي مرت في تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار منطلقا ورأى هذا الدليل إلى المدينة النبوية. كان المشركون بعد أن فقدوا هذه الفرصة أرصدوا مكافأة 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. يخرج سراقة ابن مالك ابن جشعم المدلجي يخرج وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ليفوز 100 ناقة. يأتي حتى يرى الهدف أمام عينيه. الفرس يتقدم لا يتقدم، يغوص في الأرض، تغوص قدماه في الأرض، يرفض أن يتزحزح أو أن يتحرك. يطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيه الأمان.
تأمل يعطيه الأمان، فيأتي سراقة بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره خبر المشركين وما أعدوا، ثم يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتاع ويقول: خذ سهما من كنانتي، سوف تمر على غنمي في مكان كذا وكذا، أعطهم السهم، يعني كأنها دليل أو علامة، وخذ ما تشاء من مالي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مطارد في الصحراء ومعها أبو بكر وهما محتاجان لا شك في ذلك. فانظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أشد لحظات الحاجة، قال: لا حاجة لي في مالك. تأمل العزة التي ينبغي أن تكون موجودة في نفس كل مسلم، وأنه مستغن عن الناس. أنت لا تدعو الناس من أجل أموالهم ولا من أجل أن تحصل على الجاه والسلطان عندهم، لا، إنما تدعو الناس لله جل وعلا، لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا. درس عظيم جدا قد غفل عنه الكثير في هذه الأيام، ممن ربما يأخذ الجاه والسلطان والتكريم والتبجيل من الناس بسبب دعوته وتقواه لله تبارك وتعالى. ينبغي أن تكون النفوس مخلصة لله جل وعلا، لا تطلب من أحد جزاء ولا شكورا. رسول الله في الصحراء وهو محتاج مطارد، وسراقة بن مالك يعرض عليه ما يشاء من المال، لكنه يقول له: لا حاجة لي فيه. وينطلق صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ينطلق يرسل بشرى إلى سراقة بن مالك وإلى كل مسلم يعيش على ظهر هذه الأرض. سراقة بن مالك يأخذ هذه البشرى لأنه سوف يعاينها بيديه وسوف توضع على رأسه، أما هي لكل مسلم لأنها بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم يعيش في كرب أو في هم أو في ضيق أو في حزن. إن الأمور تتغير، والمسلم ليس في قاموس حياته الفشل كما بينا قبل ذلك كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال يقول لسراقة: يا سراقة، ما ظنك بسواري كسرى؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك إذا ألبست سواري كسرى؟ تأمل، تاجه سواري كسرى. فقال كسرى بن هرمز ملك الفرس كبيرهم، قائد أعظم دولة في ذلك الزمان، فقال كسرى ابن هرمز: بالفعل، من يتخيل رجلان مطاردان في الصحراء وهو ورسول الله يبشر كسرى، يبشر سراقة بأنه سوف يفوز بسواري كسرى. لكنه الأمل وحسن الظن بالله جل وعلا، واليقين بأن دين الله عز وجل منتصر لا محالة بإذن الله تبارك وتعالى. وتمر الأيام والسنون، ويأتي أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن كسر كسرى وقضى على دولته تماما، وجيء لعمر بن الخطاب بسواري كسرى، فأتاهما فأخذهما واستدعى سراقة بن مالك ابن جشعم المدلجي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وقال: سبحان من خلعهما، أو سبحان من ألبسهما سراقة ابن مالك المدلجي ونزعهما من كسرى ابن هرمز. آية من آيات الله تبارك وتعالى، ويلبسهما سراقة ابن مالك، ثم يطوف على الناس هكذا وهو يقول: سبحان من كساهما سراقة ابن مالك وخلعهما أو نزعهما من كسرى ابن هرمز. ثم ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لتخرج المدينة بكاملها، يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتح المدينة قلبها برجالها ونسائها وأطفالها، لأنهم الآن يستقبلون رسول الله صلوات الله وسلامه على الرسول، ويعلمون أنها هنا سوف تقام دولة بإذن الله جل وعلا للإسلام، تنتشر في المشارق والمغارب. لذلك كان لأهل الأنصار كان لأهل المدينة الأنصار مكانة في دين الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، ينضم وتجمع إلى المدينة. وأوصى بالأنصار وهو يودع هذه الحياة، لأنهم نصروا دين الله جل وعلا. فمن ينصر دين الله، ومن يحمي دين الله جل وعلا، ومن يدافع عن دين الله جل وعلا، ومن يتحمل مسؤولية دين الله جل وعلا،
فله من الحفظ والتأييد والتكريم، وله من الدرجات العاليات عند خالق الأرض والسماوات. فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية، يقول أنس بن مالك: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. تأمل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار ليدرك الناس أن المؤاخاة بين الأوس والخزرج أولا، وأن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ثانيا، أمر صعب بالمقاييس المادية، لكن العقيدة الصحيحة والإيمان بالله جل وعلا سبب في تجميع القلوب. ونحن نقول إن الذي يجمع الناس، والذي يستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن يجمع الناس وأن يجعل الناس يداً واحدة وجماعة واحدة هكذا، إنما هو شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، إذا استقام الناس على شرع الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد كانت الهجرة نجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق من المشركين، ونجاة بدين الله عز وجل حينما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسس دولة إسلامية عظيمة انتشرت في المشارق والمغارب. ونحن والمسلمون في هذه الأيام في كل مكان أثر من آثار هذا الحدث التاريخي العظيم الذي غير مجرى التاريخ. ويبقى كل مسلم يدخل في دين الله عز وجل فيما هو مستقبل وآت كذلك أثر من آثار هذا الحدث العظيم. لذلك نقول عباد الله، إننا محتاجون إلى دراسة هذا الحدث دراسة واعية متفحصة عميقة، لنأخذ منها الدروس والعبر التي تعيننا على المضي في طاعة الله جل وعلا. فنحن إذا كنا نتكلم عن الهجرة بالأبدان، فلابد من هجرة واجبة على كل مسلم ومسلمة، ألا وهي هجرة القلوب إلى الله وهجرة القلوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تسلم زمام القيادة لشرع الله جل وعلا في كل شأن من شؤون حياتك. يسافر قلبك إلى الله جل وعلا بالخوف منه، بتعظيمه، بالتوكل عليه، بالإخلاص، بالرجائه عز وجل، بمراقبته، بالتذلل له، بالإخبات له عز وجل، بالخوف منه، بالإخلاص له، وكذا هجرة وباتباع شرعه تبارك وتعالى، وكذا هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته وطاعته والاستقامة على شرعه والهجرة والدعوة إلى الدين، إلى الشريعة، إلى الشرع الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا عباد الله، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا نهجر الذنوب والمعاصي إلى الطاعة لنستشعر حلاوة هذه الحياة، لنستشعر حلاوة الإيمان في هذه الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. نتذكر كذلك الحادث الذي نجي فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، كما قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال موسى عليه السلام كلمة كالتي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد يهودا صياما يوم عاشوراء،
فسأل عن هذا اليوم فقالوا ذاك يوم عظيم أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه وقد مر صوم عاشوراء بعدة مراحل عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في الجاهلية كان صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وقريش كانوا يصومون هذا اليوم وقد كان صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر الناس بصيامه وفرض بعد ذلك صوم يوم عاشوراء على المسلمين ثم فرض صوم رمضان فأصبح صوم يوم عاشوراء سنة من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن يفطر أفطر ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضيلة صوم يوم عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم على الأيام يتحرى فضيلة يوم يصومه مع بقية الأيام كيوم عاشوراء ولا شهر كشهر رمضان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف أهل الكتاب فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فيتحصل من صومي من الصيام في هذا الشهر أنك من المستحب أن تصوم أكثر هذا الشهر وتكثر فيه من التطوع لا سيما يوم التاسع والعاشر وهما يوم تاسعاء ويوم عاشوراء أجرهما عظيم عند الله تبارك وتعالى فدونكم عباد الله هذا الشهر الفضيل الكريم أكثروا فيه من طاعة الله تبارك وتعالى واحذروا فيه من الذنوب والمعاصي يبقى أمر عباد الله إن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وهناك من إخواننا من يرقد في المستشفيات من المرضى الذين يحتاجون إلى قطرات من الدم ربما تكون سبباً في إنقاذ حياة واحد منهم ربما أطفال صغار يحتاجون إلى قطرات من هذا الدم يقوون بها بعد ذلك يتحرك يصبح علماً من أعلام هذا الدين العظيم والسبب في ذلك قطرات من دمك تبرعت بها كان لها أثر بإذن الله جل وعلا والأمور بيد الله الله جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى هو الذي يعطي ويمنع بيده هو الذي كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه بيده الشفاء لكن أقول لك هذه أسباب ومن الناس من ليس معه مال يستطيع حتى أن يشتري به كيسا من الدم ربما يكون في أشد الحاجة إليه ما ظنك بوالد ينظر إلى ولده الصغير يحتاج إلى كيس من الدم ليس معه مال فمن يعطيه لو وجد مثل هذا الدم الذي تبرع به من أكرمه الله عز وجل ربما يكون سببا في إنقاذ حياة هذا الطفل الصغير الذي ربما لا يكون عند والده إلا هو ومن الناس من يسقطون في كل يوم في الحوادث السيارات على الطرق السريعة وغيرها يحتاجون إلى إنقاذ حياتهم بقطرات من الدم فضلاً عباد الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه قال ما مررت ليلة عرج بي إلى السماء يعني في رحلة المعراج بملك بين السماء والأرض إلا قال احتجم يعني عالج نفسك بهذه الحجامة وقد عد بعض العلماء أنه يدخل تحت الحجامة التبرع بالدم فدونكم عباد الله حملة من التبرع يحتاج إخوانكم إلى قطرات من الدم من كان عنده استطاعة ومن كان يقوى على ذلك فلا يبخل ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم والأجر إنه ولي ذلك
والقادر عليه. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واحسن خلاصهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا يا ذا الجلال والإكرام، واملأ قلوبنا بالإيمان والحكمة، وثبتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.